والله احنا ما تفقدناش كان واحد برك اللي تفقدنا هو ولد بنت عمي، هو في حالة إلى حد الساعة حالة ما ناش فاهمينها، لا أنا لا عائلتهم لا أبوه لا مالينا كلنا. يعني الله أعلم شنو حكايته بالضبط إلى يومنا هذا. هو أصحابه مشاو لغابة الرمال ولا وين، معنا وليدات معنا في البحر ما عندهم، يقولوا بطيعوا، واحد يقول له أنا بالضبط ما نعرفش اللي فما، ما إلى حد الساعة غامضة غامضة والله. يجرينا كلنا كأهل كعائلة كبنت عمي مسكينة جرات كأبوهم وعمومته، إلى يومنا هذا ما فماش حاجة جديدة. هو ولد صغير كشباب نتصوره الناس كلها تحب البرة تحب تخرج أخي أكيد، أما ما فيش حكاية حرقان ولا مشى للبرة ولا لهنا في وين البطوات هذوك تاع منزل جميل هذوك. في الوقت هذاك نقول لك من دوزون حاجة كان هكا 22 سنة، صغير صغير ما أنا مازال توا نادر كي نتذكره. الناس كلها مفقود مفقود إلى يومنا هذا مفقود، ما لقيناش ولا حي لا ميت. والله أنه ولو أنا راني الموضوع ما حبيش نحكي فيه باش ما نحيش مواجع قديمة معناها حتى على بنت عمي، ماذا بيا لو نعرفوا حاجة توا ولدنا ما نعرفوا عليه شيء. أكيد حتى السيد الوالي أم حكات معنا مشات وسمعها الوقت هذاك والمسؤولين كلهم، ولكن إلى حد الساعة ما سمعنا حاجة حتى شيء. واش إبرة وهذاك اللي هذاك أنا اش خلاني أنا الموضوع طرقته وحكيت لك عليه. أنا باقي في بالي الموضوع وهاني وحدي ما أنا وحكيت لك عليه. اللي إلى يومنا هذا لقيناه لا حي لا ميت لا ضم لا حتى شيء منه ما لقيناه. الوقت هذاك هبطت للغواصين هب جاو ويقولوا خرج معنا بحارة وشافوا شنو اللي هز الماء ما نعرفش إلى يومنا هذا. نقول لك في 3 سنين ما لقيناش. في ساعة من زمان غرق ما خلطنا ما لقينا شيء. أنا ما حاجة ما نجهلها ما نحكيش فيها للواقع، ولو أن قلت لك الأمر يهمني وعائلتي هو راه مش مبري براني عليه، ما هي حاجة نجهلها. أنا ملاحظة لا سألت شكون لا ريت شكون اللي معاه ولا حكيت مع حتى أحد. كإحساس أنا أنك الراب بنت عمي توا ولدها في تتكلم كان به هو ورا أبوه كيف معناه أخو راجل تبارك الله مشى ما بين يديهم. لا الحمد لله مش كلا تشرد ما كلا خلى عليهم بقعة ولدهم أنا والحمد لله. شو يعملوا حكم ربي ولا فينا كسلت ساعة الحال اشتاء معنا كذا جرى وشافوا وصلت القضاء والعلم لله. أنا إلى يومنا هذا قلت ما عنديش فكرة ما عنديش حاجة اللي أما كتطرقنا الموضوع جاء على بالي حكيت لك عليه. تكلمت أمه والحق فعلوا معاها برشا إطارات والناس الكل كمسؤولين، ولكن ما لهم شيء. تصور الهدرة تاع ساعتين من زمان قالوا تاع غادي يغطس غلطنا احنا الرمال فما شيء فما مشى في شيء. انا المهم علاش ما لقوش ما طلعوش هذا اللي طالبوا به. انا علاش نقول انا نحكي علاش مثلا فركس الشريف طلعوا. انا بعد نص ساعه ولا 7 دراجة نقول ساعه خلطنا نلقى مغواصين الغواصه فهم ناس مغواصين تفقد هو نسانه برشا 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 خير اللي يحرقوا هل هي موجودة بالحق من زاد الرحمن وغلق كذا من غادية من العالية وكل بلاصة وكل بلاصة زي تحل لك تلقى هاي شبابنا البقعة بلادنا ولا برشا ما سات اللي شبابنا ولا يركب على روحه يمشي هذا بيه ما نمشي نسوى ما نسويش. أنا هني من أطرف من أطرف العائلة ومن عائلتي من عائلتي دوبا جات الفرصة هني ذكرت وحكيت عليه يعني ما بالك أمه ولا أبوه أنا ولا أخوه ولا نطلب الحقيقة ماذا بيا نعرف أصحابه يعطونا الحقيقة بالضبط وكيفاش صار نادر كيفاش شنو اللي صار له بالضبط شنو تعبنا وشنو تعبت نشوف بنت عمي كنهارين دوبا وقفت بعدها ما با درجين سألتني وجبدت على نادر هو عنده 3 سنين ولا أكثر والله ماني عارف. أكيد هاي برا ولدي راهو 54 سنة لا مش صغير أنا هو برا ولدي هو مش لعبة ما عائلة عائلتنا لا لا ولدنا نادر هيك ماذا بينا أصحابه اللي معاه والله وش نكون معاه بالضبط ماذا بينا نعرف ويا أخوي بردنا على قلوبنا بني باللي صار
ذاك لا 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 عملوا اللي عليهم وجراو والناس كل جات معنا. قلت لك السيد الوالي اعطاها كلمه اعطاها معنا تعليمات وعاونوا وجراو وشافوا مشى للاسف للاسف الى اليوم مشى.